السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب في الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم. معكم أستاذ خالد عادل، مدرس الصف الاجتماعية في مدرسة وادي النيل الأصل. في الأول إحنا عايزين نفتكر الحاجات القديمة اللي خدناها عشان نبتدي إن شاء الله يا أولاد الفترة اللي جاية نراجع على القديم، مبقاش في حاجة فايتانا، وأي حاجة مش عارفينها نبعت في الفيديو أي سؤال، أي حاجة مش مفهومة، أي حاجة أنت عايز تسأل عليها نتواصل على طول. والوحدة الأولانية كانت بتتكلم عن السياحة، عايزين نفتكر هي إيه السياحة؟ حد يفكرني يا أولاد إيه السياحة؟ يلا مع بعض كده هنفتكر السياحة هي إيه؟ هي السفر لأغراض مختلفة، يعني لو جالك سؤال قال لك إيه هي السياحة؟ تقول السفر لأغراض إيه؟ مختلفة، ده أول سؤال ممكن يجي لك في السياحة. خليك فاكر السياحة دي السفر لأغراض مختلفة. كنا خدنا أنواع السياحة يا أولاد، في كذا نوع من السياحة، سياحة ثقافية وسياحة تاريخية وعلاجية ورياضية، كل دي أنواع السياحة ممكن تسير عليها، سفاري بيئية، دي كلها خدناها قبل كده، يبقى الناس ما تبقاش ناسي الحاجات القديمه. ايه بقى اللي احنا عايزين نزوده؟ عايزين نزود ايه هي اهداف التنميه السياحيه، ويعني ايه التنميه السياحيه، ونستفاد ايه اصلا من التنميه السياحيه. تعالوا واحده واحده يا اولاد. السياحه دي في ناس بتيجي عشان تزورنا. اما الناس بتيجي تزورنا بيزودوا لنا الفلوس، بيزودوا لنا الدخل القومي، يبقى في حاجه مهمه جات لنا اسمها الدخل القومي. طيب السياح لما بيجوا بيوفروا لنا فرص عمل، يبقى في حاجه ثانيه مهمه هي بتوفر فرص عمل. طب انا كدوله اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها تنميه سياحيه، يعني ازود اعداد السائحين، ازاي؟ اعمل لهم مدن جديده، يعني قال لك ايه هي اهداف التنميه السياحيه؟ دي نقطه ثانيه. نركز يا ولاد، ايه ازود التنميه السياحيه دي ازاي؟ ممكن اعمل اكتر من حاجه. اول حاجه اهداف التنميه السياحيه زياده اعداد السائحين، يبقى ازود السائحين. طب الحاجه الثانيه ممكن اعمل مدن جديده. لما نفتكر أولاد السياحة، احنا كان عندنا سياحة ترفيهية على ساحل البحر الأحمر وعلى ساحل البحر المتوسط وفي الصحاري، كنا ممكن نعمل سياحة زي سياحة السفاري. ممكن بقى سياحة جديدة نزودها، اللي احنا نعمل سياحة اليخوت، اليخت، تركب يخت وتمشي فيه في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، دي بتزود أعداد السائحين والناس بتبقى مبسوطة لما بتيجي مصر. يبقى ممكن أزود سياحة جديدة أو أعمل مدن جديدة أو أزود أعداد السائحين. طب بعد ما عملت تنمية سياحية والسياحه في الاول قلنا تعرفها هي السفر لاغراض مختلفه، ممكن يا مستر نوصل في الاخر ايه اللي هنستفيده؟ ايه هي اهميه السياحه؟ دي حاجه مهمه، مش لك سؤال يقول لك بما تفسر. اهميه السياحه ايه اللي هستفاده؟ سنه خمسه نركز، الاول احنا عرفنا تعريف السياحه. عرفنا يعني ايه اهداف التنميه السياحيه، وعرفنا بعض انواع السياحه اللي خدناها قبل كده. تعالوا نعرف احنا هنستفيد ايه لو عملنا سياحة، إيه هي فايدة السياحة؟ يبقى أول حاجة هنفيدها العملة الأجنبية. العملة الأجنبية. يبقى زودنا العملة الأجنبية، نركز بقى هنقولهم مع بعضينا، زيادة العملة الأجنبية. نمرة اتنين زيادة أعداد السائحين، يبقى دي فايدة ثانية. زيادة فرص العمل، يبقى في سياح بيجوا، في عندي فرص عمل، في عندي دخل قومي، يبقى بزود الدخل القومي، زود فرص العمل، زود اعداد السائحين. وقلنا من شويه ممكن تعمل مدن جديده، يبقى انشاء مدن جديده. كل دي اسمها اهميه السياحه، يعني يا مستر لو جالي سؤال عن اهميه السياحه هعرف اجاوب عليه، هقول له بيزود لي العمله الاجنبيه، يزود فرص العمل، الحاجه اللي بعد كده زياده المدن الجديده، تبني مدن جديده زي مدينه مارينا مثلا، بعض المدن الجديده. بعمل تنويع سياحي، يبقى الموضوع بسيط خالص يا مستر. سياحه واهداف تنميه سياحيه واهميه سياحة واحدة واحدة. السياحة هي السفر لأغراض مختلفة. أهداف التنمية السياحية هدف إيه؟ عشان أعمل تنمية سياحية أزود أعداد السائحين، أعمل مدن جديدة، أدخل نوع جديد من أنواع السياحة زي سياحة اليخوت. بعد ما عملت تنمية أوصل لزيادة إيه؟ الدخل القومي. تعال نعرف يعني إيه دخل قومي. ممكن يجي لك تعريف مهم اسمه الدخل الإيه؟ القومي. هو إجمالي الدخل الذي تحققه الأنشطة الاقتصادية، ردد معايا، إجمالي الدخل الذي تحققه الأنشطة الاقتصادية، ده تعريف الدخل الإيه؟ القومي. أما السفر لأغراض مختلفة كان الإيه؟ كان السياحة. يبقى يا مستر إحنا وصلنا في الآخر اللي إحنا وصلنا للسياحة، فايدتها إيه؟ فايدة السياحة بتزود الدخل القومي، فايدة السياحة تزود أعداد السائحين، فايدة السياحة تزود الدخل، أهي الدخل أوعى تنسى الدخل القومي، وتزود أعداد السائحين، وتزود فرص العمل. يبقى السياحة بتزود فرص عمل، زود دخل قومي، زود أعداد سائحين، تبني مدن جديدة زي مدينة، ها؟ قلنا مدينة إيه؟ مدينة مارينا. يا مستر مدينة مارينا من ضمن المدن السياحية المهمة، وقلنا في أنواع جديدة من السياحة زي سياحة اليخوت، ممكن تبقى في البحر الأحمر أو البحر المتوسط.
احنا نرجع على لادين كمان. في الاول خالص لو تفتكروا في درس السياحه كنا قلنا في اسمها عوامل الجذب السياحي. ليه السياح بييجوا عندنا؟ عشان في عندنا مناظر طبيعيه خلابه، عشان في عندنا موقع متميز، علشان في عندنا مناخ معتدل، عشان عندنا معامله حسنه. كل دي حاجات بتخلي السياح يجوا، زي عندنا اثار اللي هي كانت العوامل الايه؟ الطبيعيه، العوامل البشريه. ممكن انت تجاوب على السؤال ده، يعني خلي السؤال ده جاوبه لي في التعليقات. قارن بين العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه للجذب السياحي. هشوف بقى اول تعليق على الفيديو هيكتب لي ايه؟ اول تعليق هو اللي هيبقى يعتبر هو الجواب الاجابه الصحيحه وهو اللي فايز، يبقى هو متفاعل معايا، عايز الناس تتفاعل يا اولاد مع الفيديو، يبقى هتجاوب السؤال ده وتبعت لي اجابته، واي سؤال انت مش عارفه هتبعته. انت المستر ملخص اللي قلناه واحده واحده، عرفنا السياحه. ايه تعريفها؟ السفر لاغراض مختلفه. الدخل القومي هو اجمالي الدخل الذي تحققه الانشطه الاقتصاديه. اهداف التنميه السياحيه تزود اعداد السائحين، تزود المدن السياحيه، تنوع السياحه. بعد ما اعمل تنميه سياحيه يحصل ايه؟ يبقى في فايده. ايه الفايده اللي بتعود عليا؟ زود الدخل القومي، نوفر فرص عمل، نبني مدن جديده، وندخل العمله الاجنبيه. لو جالك سؤال هي المصدر الاول للعمله الاجنبيه. يا رب يكون الدرس كان سهل ورجعنا بالقديم، واي حاجه مش عارفينها تبعتها في التعليقات، ويا رب تكونوا استفدتوا. ونبتدي يا اولاد نراجع على الحاجات القديمه، واي حاجه مش عارفينها نكتبها في التعليقات في الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه. شكرا والسلام عليكم.